السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات التعليم الفني الصناعي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج في بيتنا مدرسة. حلقة اليوم مخصصة لطلبة الصف الثاني الثانوي الصناعي، تخصص تبريد وتكييف الهواء. هنشتغل مع بعض مادة تكنولوجيا التبريد. مادة تكنولوجيا التبريد هي مادة دسمة جدا مليئة بالمعلومات، هنحتاجها السنة دي والسنة الجاية، ولو ربنا كرمنا إن شاء الله وكملنا معهد كلية كل الكلام ده هنحتاجه بما تحتويه من معلومات قيمة جدا. المنهج التكنولوجيا تبريد بيتكون من 8 نقاط او 8 ابواب. الباب الاولاني بيتكلم في الموائع او فلويد. ايه هي بقى الفلويد او ايه هي الموائع؟ يعني احنا مثلا بنتكلم على مرور مركب التبريد داخل مواسير دائره التبريد، دوت مائع التبريد. طبعا مهم اللي احنا ندرسه، طبعا مهم لمركب التبريد بيمشي في الدائره، لازم اعرف ضغطه، اعرف درجه حرارته، اعرف معدل سريانه، فمهم جدا ان ادرس نقطه زي كده. هل هي الموائع واقفة بس على مركب التبريد؟ لا طبعا، عندي ممكن يكون مية، عندي ممكن يكون هواء. طب ازاي؟ يعني احنا مثلا بندرس مركب التبريد في المواسير، طب المية في عندي انظمة في تكييف الهواء، نظام التشيلر او التكييف المركزي بيبقى شيلد ووتر سيستم، او التبريد بالمياه المثلجة. التبريد بالمياه المثلجة بيعتمد على انتقال الحرارة بين وسط بارد واللي هو الايفابوريتور او المبخر وبين المية، وبالتالي بيحصل انتقال حراره وبيحصل تبريد الميه. باخد الميه المثلجه بمررها في مواسير، بوديها للغرف او وحده مناوله الهواء عشان اقدر اعمل عمليه التبريد. طبعا الموضوع دوت مهم جدا لان ادرس معدل سريان الميه داخل التيوب او داخل المواسير، اعرف درجه حرارتها، اعرف ضغطها، عايز اعرف الفقد في الضغط او فقد في الاحتكاك اللي مر في المواسير. فالنقطه دي مهمه جدا، النقطه ديت بيدرسوها منهج لوحده، بتدرس في طبعا في الدبلوم، بتدرس بعد كده في معهد في كلية. النقطة مهمة جدا اللي هو فلويد. طيب بعد كده بدرس عندي معادلة برنيلي، يبقى بدرس بعد كده معادلة الاستمرارية. ده كله بما يحتويه الباب الأولاني، بدرس مركب التبريد في المواسير، ده بقدر أقول غير كده، بقدر أقول عندي بدرس الهواء، بدرس المية. طب احنا قلنا المية بتمشي في المواسير في المياه المثلجة في التشيلر، طب بالنسبة للهواء برضو نفس الكلام، في التكييف المركزي بيتم تبريد الهواء، باخد الهواء بمرره في ضغطات الهواء دوت، بدرس طبعا معدل سريانه، بدرس درجة حرارته، بدرس الضغط. فالنقطة الأولانية أو الباب الأولاني بيتكلم في اللي عندي سريان مركب التبريد داخل المواد. طبعا عندي في الباب الثاني بيتكلم على خريطة البي اتش دياجرام. خريطة البي اتش دياجرام خريطة مهمة جدا بندرسها مع بعض. ما هو توضيح إلا إذا أنا عندي مركب التبريد في المواسير بيحصل عايز أدرس السي او بي أو معامل الانتقال الحرارة، بدرس إيه؟ عايز أشوف أنا دلوقتي بدفع فلوس قدامها باخد كمية حرارة قد إيه. طبعا عن طريق السي او بي أو معامل الأداء بقدر أحسب الكلام دوت، وطبعا بيختلف من دايرة إلى أخرى. تالت نقطة في الباب بتتكلم على دائرة التبريد وتمثيلها على خريطة البي اتش. طبعا احنا عارفين أي دائرة تبريد بتتركب من 4 أجزاء أساسية، عندي ضاغط، عندي كوندنسر، عندي اكسبانشن فالف أو أداة الانتشار، وعندي ايفابوريتور المبخر. طبعا الكلام دوت بمثله في دائرة التبريد. النهاردة هنتكلم على دائرة التبريد وعلى الأجزاء المكملة. هتكلم على الضاغط، هنتكلم على أنواعه، هنتكلم على الكوندنسر أو المكثف وهنتكلم على أنواعه، هنتكلم على أداة الانتشار وهنتكلم على أنواعها، الإيفابوريتور وهو العنصر الأساسي والرئيسي في دائرة التبريد، وهنتكلم على أنواعها. نمسك كده في البداية محتوى المادة زي ما اتكلمنا. عندي أول حاجة تدفق السوائل في الأنابيب اللي هو النقطة اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي الفلويد. بعد كده هنتكلم على خرائط خواص مركبات التبريد اللي هي خريطة البي اتش. طبعا احنا كنا اتكلمنا في حلقة قبل كده في التكييف وقلنا اتكلمنا على خريطة السيكرومترية. طبعا خريطة السيكرومترية هي خريطة بتختص بالهواء بالاير. اما بالنسبة لخريطة البي اتش دياجرام فهي خاصة بالفريونات، فريون 11، فريون 22، فريون 134 ايه. بعد كده النقطة التالتة بتكلم على دائرة التبريد أحادية المرحلة اللي هي دائرة التبريد البسيطة خالص. رابع نقطة هنتكلم على الضواغط. خامس نقطة هنتكلم على مكثفات دوائر التبريد. سادس نقطة هنتكلم على وسائل التمدد.
سابع نقطة هنتكلم على المبخرات. طبعا زي ما قلت ان كل نقطة من دي تعتبر هي مادة لوحدها، مادة لوحدها. فانا عشان كده بقولك المادة تكنولوجيا تبريد مادة مهمة جدا ومادة دسمة جدا بما تحتويه من معلومات كثيرة. هنتكلم على اول نقطة، تدفق السوائل في الأنابيب. في البداية التطبيقات التي تتعلق بالموائع في عملية التبريد أو تكييف الهواء، الفلويد بيستخدم في إيه؟ عندي أولا مرور مركب التبريد داخل مواسير دائرة التبريد، تاني نقطة مرور الماء المسلك داخل خلايا المواسير إلى وحدة مناولة الهواء، تالت نقطة مرور الماء الساخن من الغلايات إلى مواسير التدفئة، رابع نقطة مرور الهواء المكيف خلايا ممرات الهواء إلى الغرف. نيجي نتكلم على الأربع أجزاء دول. قلنا مرور مركب التبريد داخل مواسير التبريد، أنا بدرس دائرة التبريد وقلنا مكوناتها الأساسية ضغط، كوندنسر، إكسبانشن فالف، إيفابوريتور. نخلي بالنا لما باجي بتكلم على المصطلحات بقول على دائرة التبريد ضغط، مكثف، أداة انتشار، مبخر. يحبذ لنا أتكلم مثلا إيه، أجيب المصطلح بالإنجليزي، يعني أقول مثلا الضغط بقول عليه كومبريسور، حتى في السوق أنا بشتري كومبريسور. بعد كده العنصر الثاني المكثف اللي هو الكوندنسر، بقول عليه كوندنسر، ده الايه المصطلح بتاعه الانجليزي. اداه انتشار اللي هو الاكسبانشن فالف، الاكسبانشن فالف. اخر جزء اللي هو المبخر اللي هو الايفابوريتور. طبعا مرور مركب التبريد في المواسير دوت انا بحب ادرسه، انا مركب التبريد ماشي بضغط قد ايه، معدل التدفق الحجمي، معدل التدفق الكتلي، الكلام دوت انا بدرسه بمرور مركب التبريد داخل المواسير. تاني نقطة اللي هو مرور الماء المسلك خلال المواسير. طبعا احنا اتكلمنا على الماء المسلك وقلنا ده موجود في التشيلر او اجهزة التكييف الكبيرة. انا ببرد بدل ما مثلا انا عندي فندق فيه مثلا 200 غرفة، هل هجيب 200 جهاز تكييف في كل غرفة احط فيها جهاز تكييف؟ لا، بيتعمل تكييف مركزي بيجمع الغرف دي كلها، ويبقى الافضل بيبقى تبريد بالمياه المسلكه، لان هو عندي في تبريد بالهواء عندي تبريد بالمياه المسلكه. طبعا انا ببرد المياه المسلكه عن طريق الايفابوريتور او عن طريق المبخر، باخد المياه المسلكه بمررها في مواسير. هي دي النقطه بقى اللي انا عايزها، انا بمرر المياه المسلكه في مواسير. بدرس ايه بقى في النقطه ديت؟ بدرس معدل سريان، معدل السريان الحجمي، معدل السريان الكتلي، بشوف درجه حرارته، بشوف الضغط. يبقى هو ده الموائع اللي احنا بندرسها. زي ما قلت لك المائع ممكن يبقى ميه، ممكن يبقى مركب تبريد، ممكن يبقى هواء زي ما احنا هنشوف دلوقتي مرور الماء الساخن، ميه سخنه. احنا عندنا في تبريد وعندنا تدفئه. طب انا لو تبريد باخد الميه المسلجه اللي انا جايبها من الايفابوريتور اللي انا بردتها عن طريق انتقال حراره، بدخلها على كل غرفه على مجموعه مواسير، عندي مروحه بسحب الهواء او بطرد الهواء عليها وبالتالي بحصل على هواء بارد. طب ده بالنسبه للتبريد. طب بالنسبه بقى للتسخين، بالتسخين بستخدم على غلاية وبالتالي باخد المية السخنة بمررها في مواسير، برضو احنا ايه العمل المشترك، باخد المية السخنة بمررها في مواسير وبالتالي بيحصل تبادل حراري بينها وبين الهواء، فبقى اعمل ايه تدفئة للهواء. طب انا عندي مية بتمشي جوه مواسير، فانا عايز ادرس الفلويد، عايز ادرس معدل انتقال الحرارة، عايز ادرس معدل السريان، هو ماشي بمعدل سريانه قد ايه، كم متر على الثانية معايا، كم كيلو جرام على الثانية. بعد كده عايز ادرس اشوف الضغط بتاعه، حصل في فقد في الاحتكاك، دي كلها عوامل لازم ندرسها. حتى المصمم او الديزاينر بعد كده لما بيجي الواحد بقى يشتغل في السوق عايز ادرس، لازم يدرس الحاجات دي كلها. لو انا بقى بشغال بالميه الساقعه عايز ادرس الكلام ده، عايز احسب الفقد في الاحتكاك اللي بيحصل عشان اقدر اصمم جهاز تكييف كبير. وقلنا اخر حاجه الهواء، زي ما احنا اتكلمنا قلنا مركب تبريد وقلنا ميه وقلنا هواء. ايه الهواء ده؟ ازاي بدرسه؟ ازاي عندي زي ما قلنا في تبريد بالماء المسلجه؟ لا، وممكن ابرد الهواء، باخد الهواء عن طريق ممرات او دكت لكل غرفه انا عايزها، انا اوصل لها هواء بارد. طب ايه اللي بيحصل؟ عايز ادرس ايه؟ عايز ادرس في الموضوع دوت، ادرس الضغط، معدل السريان، الكلام ده كله في الباب اللي احنا بنتكلم فيه. عايز احسب، وهذا هنشوف النهارده مثلا في مثال، عايز احسب معدل السريان. ايه الحاجات اللي انا اقدر احسب بيها؟ هناخد مع بعض المعادلات ونشوف نشتغل مع بعض. يبقى احنا كده عرفنا أهمية دراسة الموائع في النقطة دي. طبعا زي ما قلنا مواسير ممكن يمشي فيها هواء، مية. طب في حاجة أنا عايز أدرسها اسمها اللزوجة. طبعا لزوجة الهواء
غير لزوجة المية غير لزوجة الفريون. وعندي اتنين من اللزوجة، في اللزوجة الكينيماتيكية وفي اللزوجة الديناميكية. لزوجة السائل هي خاصية تتحكم في معدل سريانه، وهي تنشأ من التلاصق بين جزيئات السائل. في منها نوعين؟ في عندي حاجتين، في اللزوجة الديناميكية والرمز بتاعها ميو، الوحدة بتاعتها نيوتن ثانية على المتر تربيع. نخلي بالنا من الوحدة، من الوحدة أعرف دي اللزوجة الديناميكية على طول. تاني حاجة اللزوجة الكينيماتيكية اللي هي الفي، متر مربع على الثانية. يبقى احنا كده عرفنا اللزوجة، عندي نوعين من اللزوجة، اللزوجة الديناميكية واللزوجة الكينيماتيكية. في حاجة تربط الاتنين ببعض؟ في قانون. في قانون بيقول لي ايه؟ الفي او اللزوجة الكينيماتيكية بيساوي اللزوجة الديناميكية على الرو. ايه هي بقى الرو؟ الرو اللي هي الكثافة. كثافة ايه؟ كثافة المياه. يعني لو عندي مياه بيمشي جوه مواسير، عايز اشوف طبعا ببقى انا عارف المياه ده ايه، لو انا ميه ببقى انا عارف الكثافة بتاعته، كثافة الميه 1000. 1000 ايه؟ 1000 كيلو جرام على المتر مكعب. خلي بالك الكثافة مقلوب الحجم النوعي، الحجم النوعي بيبقى عندي متر مكعب على كيلو جرام، الكثافة عكسه، كيلو جرام على المتر مكعب. كده انا خدت اللزوجة وعرفت عندي نوعين من اللزوجة، عندي اللزوجة الديناميكية واللزوجة الكينيماتيكية. اللزوجة الكينيماتيكية بتساوي اللزوجة الديناميكية على الرو، الرو اللي هي الكثافة. طب ناخد مثال مع بعض، مثال بسيط خالص. بيقول لي ايه؟ أوجد اللزوجة الكينيماتيكية لزيت كثافته 95% كيلو جرام أو جرام على سنتيمتر مكعب، ولزوجته الديناميكية 11 من 1000. زي ما قلت القانون بسيط خالص وما فيهوش أي كلام، اللزوجة الكينيماتيكية بتساوي اللزوجة الديناميكية على الكثافة. أروح كده وأشوف الإيه؟ اللزوجة الديناميكية قد إيه؟ 11 من 1000. أكتبها فوق، 11 من 1000 على الكثافة اللي هي 95%. هو جيب لك الاثنين بقوم قاسم دي على دي، تلاقي ان هو 1/100 سنتيمتر مربع على الثانية. موضوع بسيط جدا، ما دام انا بدرس اللزوجة ببقى اعرف الفرق بين الاثنين، والفرق بين الاثنين بعرفه عن طريق القانون اللي بيجمعهم هما الاثنين مع بعض، العامل المشترك بينهم هو الكثافة. طيب نيجي بقى ناخد موضوع مهم جدا، انواع سريان السوائل داخل الانابيب. عندي نوعين من السريان، في سريان مستمر او ممكن في ناس تقول عليه سريان متصل او سريان رقائقي، بقول عليه بالانجليزي لامينار فلو. لامينار فلو ده سريان اللي هو المستمر، وهوريك شكله دلوقتي بينه وبين العكس بتاعه السريان المضطرب. السريان المضطرب او الدوامي بيتقال عليه تربلنت فلو. نبص مع بعض، السريان المستمر لامينار فلو، سريان مضطرب تربلنت فلو. ده الشكل بتاع السريان اللامينار او السريان المستمر، وده الشكل السريان المضطرب اللي هو التربلنت فلو. طيب ناخد الفرق بين الاثنين بقى في التعريف. السريان المستمر تتحرك فيه جزيئات المائع حركه منتظمه فوق بعضها البعض، حيث يكون سرعه المائع عند اي نقطه تظل ثابته مع الزمن، زي ما احنا شايفين اهو، ده السريان المستمر تتحرك فيه جزيئات المائع حركه منتظمه زي ما احنا شايفين، ماشي، والحركه دي بتظل ثابته مع الزمن. موضوع بسيط جدا خالص. طب ناخد بقى السريان المضطرب او السريان الدوامي، ايه اللي بيحصل؟ هو طبعا عكسه، تتحرك فيه جزيئات المائع حركه غير منتظمه زي ما احنا شايفين كده، لا بنقول عليها حركه دواميه، ولا توجد لها مسارات ثابتة زي ما احنا شايفين كده. يعني ده المسار بتاعه زي ما احنا شايفين، وده نفس الكلام وده نفس الكلام. نيجي هنا لا، ده سوام بقى عامل ايه؟ سريان دوامي زي ما احنا شايفين بالطريقة ديت. عرفنا الفرق بين الاثنين، اللامينار فلو والتربلنت فلو. طيب بالنسبة للحركة الدوامية ممكن ناخد امثلة ليها، امثلة ليها عشان نفهم يعني ايه دوامي. لو تدفق المياه في الانهار في مناطق الصخور اللي هي بتعترض ليها الصخور ديت، اللي هي بتعترض فيها الانهار، لو ميه ماشيه وخبطت في صخور، حركه الميه بعد الصخور ده على طول هتلاقي حركه دواميه. الدخان المتصاعد من المداخل، لو عندك مدخنه مثلا زي شوايه او اي حاجه طلع، بتلاقي سريان الدخان داخل المدخنه سريان مستمر، اول ما بيطلع من المدخنه
بتلاقي حصل ايه؟ بقى دوامي، لو خبط في الرياح، الرياح بقى بقت تحركه يمين وشمال، بقى حركه دواميه. ده من الامثله التدفق الدوامي، انا بديك ايه؟ امثله ليه. بعد كده تالت نقطه اللي هو سريان بعد الطلمبات والضغط، ضغط التبريد، مركب التبريد اللي بيطلع من ضغط بيكون في حاله تربلنت. وبرده نفس الكلام طلمبات الميه، بعد ما بتطلع منها الميه برده بتبقى في حاله تربلنت او دوامي. نبصوا مع بعض بقى كيفيه معرفه نوع سريان. انا قلت زي ما قلت كده عندي سريان رقائقي اللي هو اللامينار فلو، وفي سريان مضطرب اللي هو تربلنت فلو. ازاي اجي اقول عن السريان دوت، او اجي احسب ان هوت مثلا عندي مائع فلويد مار في تيوب او انبوبه، وعايز اقول هو السريان دوت سريان مستمر ولا سريان مضطرب. اللي يقدر يحكم في الموضوع ده معادله اسمها رينولد نمبر، ده رقم رينولد نمبر. دي معادله عملها عالم اسمه رينولد، بيقول لي من المعادله ديت لو انا عوضت فيها اقدر اقول لك ان السريان اللي عندك ده سريان لامينار فلو او تربلنت فلو، سريان رقائقي او سريان مضطرب. طب القانون بيقول لي ايه؟ القانون بكل بساطه انت بتعوض فيه بيطلع لك ناتج، ومن الناتج ده بتقدر تحدد انت لامينار ولا تربلنت، سريان مستمر ولا سريان مضطرب. القانون بيقول لي ايه؟ روند نمبر بيساوي رو في السي في ال على ميو، او ممكن اقول سي دي على في. طب ايه بقى يعني عشان نفهم ونقدر نعوض لازم نقول ايه ده وايه ده وايه ده، لو انا عوضت فيهم هيطلع لي رقم، الرقم ده ساعتها انا اقدر اقول ايه؟ ده لامينر ولا تربلنت، او اقول ده سريان مستمر ولا سريان مضطرب. موضوع بسيط جدا، امسك كل ترم لوحده، الرو اللي هو كثافه المائع، كثافه المائع المار جوه المواسير، كثافته قد ايه؟ طب الوحده بتاعته ايه؟ قلنا الوحده بتاعته كيلو جرام على المتر تكعيب، دي كثافه، كثافه المائع. بعد كده السي اللي هو سرعه سريان المائع داخل المواسير، دي بالمتر على الثانية. بعد كده عندي طول الماسورة، ده مقسوم على اللزوجة الديناميكية اللي احنا لسه متكلمين عليها من شوية، تمام؟ طيب انا جيت بقى هنا قلت ده برضو ممكن اعوض بالطريقة دي او بالطريقة ديت. خلي بالك احنا لسه قايلين من شوية عندك هنا ميو وعندك هنا الرو، اشيل دي مع دي هتبقى اللزوجة الكينيماتيكية، يعني ممكن اشيل دي ودي وحط الايه؟ الفي اللي هي اللزوجه الكينيماتيكيه، اللي احنا عارفين اللزوجه الكينيماتيكيه بيساوي اللزوجه الديناميكيه اللي هي الميو على الرو، خلاص انا شلت دي وشلت دي وحطيت الفي، تمام. السي زي ما هي زي ما احنا قلنا، طب انت شلت ال وحطيت الدي ليه بقى؟ لا ممكن هنا احط ال وممكن احط دي، وهنا ممكن احط ال وهنا دي، ايه الفرق بين الاثنين؟ بص كده معايا، لو انا بتكلم على ماسوره او تيوب او انبوبه، في فرق لما تكون التيوب ديت راسيه بالطول وفرق لما تكون بالعرض. لو التيوب ديت بالطول يبقى انا بتكلم على طول، يبقى انا بتكلم على ال، يبقى احط في القانون على طول ال، خلاص تمام كده بسيطه خالص. طب انا لو بتكلم لو ماسوره افقيه، لا يبقى انا بتكلم على قطر ديامتر دي، يبقى انا دلوقتي بحط ال او دي على حسب، لو ماسوره وطبيعي جدا معظمها بتيجي ايه افقيه، يبقى انا هتكلم في دي. اما افرض بقى الماسوره راسيه يبقى عندي القانون بتاعي بدل ما بحط دي بحط ال، عرفنا الفرق بين الدي والال، امتى احط دي وامتى احط ايه ال، لو ماسوره راسيه بحط ال، لو ماسوره افقيه بحط دي. موضوع بسيط جدا. طب كلام كويس، انا بعوض في القانون سواء بعوضت بالطريقه ديت او بالترم ده او بالترم ده بيطلع لي رقم، اعرف منين بقى اللي هو مستمر ولا مضطرب؟ في البداية قبل ما نيجي نحب نعرف القانون تاني، روند نمبر ده رقم روند نمبر اللي احنا بنتكلم عليه. طيب نيجي بقى ناخد الترمات اللي احنا اتكلمنا عليها، رو عندي هنا كثافة المائع اللي هي بالكيلو جرام على المتر مكعب، وخلي بالك الكثافة مقلوب الحجم النووي، احنا لسه اتكلمنا عليها من شوية، الحجم النووي متر مكعب على كيلو جرام عشان ما حدش يتلخبط بين الاثنين، يبقى الرو كثافة المائع كيلو جرام على المتر تكعيب. سي سرعة سريان المائع، الوحدة بتاعتها متر على الثانية. ال
طول الماسوره لو انا بتكلم على تيوب راسيه يبقى انا بتكلم على طول، يبقى انا هي الوحده بتاعتها بالمتر، طول بالمتر والديامتر كمان برضو بالمتر. دي اللي هو قطر الماسوره لو انا بتكلم على تيوب افقيه. بعد كده الميول هو اللزوجه الديناميكيه للمائه، وقلنا نيوتن ثانيه على المتر مربع. اخر حاجه اللزوجه الكينيماتيكيه اللي هي الفي، ودي بالمتر مربع على الثانيه. واحنا عرفنا الفرق بين الاثنين وقلنا اللزوجه الكينيماتيكيه بتساوي الميو على الرو، وانا بلعب في القانون ده زي ما انا عايز على حسب اللي جاي لي. يعني انا جاي لي مثلا في المساله اديني مثال اللزوجه الديناميكيه، يبقى انا هستخدم هنا الترم ده. طب افرض جاب لي بقى وسهلها عليا وقال لي اللزوجه الكينيماتيكيه، يبقى انا هستخدم ايه في الترم ده على طول. انا احاول اسهلها عليا عشان ايه ما صعبهاش. نيجي بقى للنقطه المهمه، انا بعوض في القانون روند نمبر رو في سي في ال على ميو، بيطلع لي قيمه. انا عوضت، هو جايب لي الميو بكام وجايب لي كل حاجه بكام، المهم انا عوضت وطلع له قيمه. القيمه اللي تطلع ديت انا اقول عليها يا اما سريان مستمر او سريان مضطرب. ازاي؟ ايه اللي يحكمني في الموضوع ده؟ الرقم اللي هيطلع. لو الرقم دوت اقل من 2000 ده سريان مستمر او سريان رقائقي او سريان متصل، زي ما تقول عليه. ماشي، هو ليه كذا مصطلح بالانجليزي، لامينر فلو، لامينر فلو. طيب ده لو قلنا ايه، لو رقم روند نمبر اقل من 2000، طيب لو الرقم دوت فوق الايه ال 3000 ده بتقال عليه سريان مضطرب او سريان دوامي. موضوع بسيط خالص، او بالانجليزي اقدر اقول ايه تربلنت فلو. فالموضوع سهل اهو، يبقى اقل من 2000 لامينر، فوق ال 3000 تربلنت. طب انا، طب افرض جه رقم بين ال 2000 وال 3000، طب ده اللي هو تقول ايه؟ لا ده في الحاله ديت ده انتقالي، انتقالي من السريان المستمر للسريان المضطرب. بس اول ما يجي لي الرقم اقل من 2000 انا عرفت انا هعمل ايه؟ ده سريان على طول رقائقي او سريان مستمر او سريان متصل. فوق ال 3000 ده تيرمينانت فلو. طب كويس جدا، هناخد برضو مثال عليه عشان ايه ناكد على المعلومه دي. يبقى انا كده خلاص عرفت اقل من 2000 وفوق ال 3000. نيجي بقى حاجه مهمه، بيقول لي ايه هي العوامل اللي تتوقف عليها معدل السريان. معدل السريان داخل التيوب او داخل الماسوره او داخل الانبوبه، ايه العوامل اللي بتوقف عليها معدل السريان؟ اول حاجه كتله المائع اللي هي الماس فلوريت اللي هي بالكيلو جرام، ايه بالكيلو جرام. تاني حاجه، اول حاجه قلنا كتلته، كتلته قد ايه؟ كام كيلو جرام. بعد كده كثافه المائع اللي هي الكثافه اللي قلنا عليها رو وكلمنا عليها النهارده، وقلنا وحدتها كيلو جرام على متر مكعب. لازم احفظ الوحدات ديت، لازم اعرف الكتله بتتقاس بايه. كتله بتتقاس بالكيلو جرام، بس ممكن اجي اقول لك معدل السريان كتله، لا يبقى كيلو جرام على الثانيه. لو انا جبت كلمه معدل يبقى كيلو جرام على الثانيه على طول. يبقى كتله كيلو جرام، كثافه المائع اللي هي الرمز بتاعها رو اللي هو بالرمز بتاعها او الوحده بتاعتها كيلو جرام على المتر مكعب. تالت حاجه في من العوامل اللي بتوقف عليها معدل السريان سرعه السريان، وبتتقاس بالمتر على الثانيه. سرعه السريان زي ما احنا بنجي نقول ايه، مثلا المسافه من القاهره لاسكندريه انا بمشي بعربيه ب 40 كيلو او مثلا 80 كيلو على الثانيه، 80 كيلو على الثانيه دي بتتقاس بكده. يعني انا هجيب ال 80 كيلو، او انا اسف 80 كيلو على الساعه، هجيب ال 80 كيلو في ساعه واحده، صح؟ بس احنا عندي هنا لما بنتكلم في مركب تبريد او بنتكلم في ميه داخل التيوب، لا بقول ايه بالمتر على الثانيه، بالمتر مش بالكيلومتر بقى، دي مسافه بتبقى اصغر شويه، بالمتر على الايه؟ الثانيه. دي بالنسبه للعوامل اللي بتوقف عليها معدل السريان. في بقى حاجه مهمه جدا لحساب معدل السريان الحجم. احنا قلنا يا جماعه الحجم متر مكعب، صح؟ معدل السريان الحجمي ما دام بقول معدل بيبقى على تايم، على ثانيه، على دقيقه، على ساعه، تمام؟ لحساب معدل السريان الحجمي اللي هو الكيو اللي هي الوحده بتاعتها متر مكعب على الثانيه، اول ما بشوف المتر مكعب على الثانيه اعرف ان انا بتكلم على معدل سريان حجمي. اول ما بشوف كيلو جرام على الثانيه اللي هو معدل سريان كتل. طب احسب ازاي بقى معدل السريان الحجمي؟ عندي طريقتين. معدل السريان الحجمي يا اما بضرب المساحه، مساحه المقطع في السرعه،
طب نبص كده، لو انا ضربت مساحه المقطع في السرعه هتديني متر مكعب على الثانيه. نبص كده مع بعض، مساحه المقطع المساحه بالمتر مربع معروف. طيب وبالنسبه للسرعه متر على الثانيه. لما اجي اضرب الاثنين في بعض نبص كده، متر مربع في متر يديني متر مكعب على الثانيه، متر مكعب على الثانيه ده اللي هو معدل السريان الحجمي. طب ده قانون ممكن اشتغل عليه، في عندي ممكن اجيبها بطريقه تانية. طبعا الكلام ده بقدر استخدم على حسب المعطيات او على حسب الداتا اللي انا باخدها من المساله. الكيو عندي هنا بيساوي الام دوت على الرو. ايه هي بقى الام دوت؟ الام دوت ده معدل السريان الكتلي، معدل سريان الكتلة. معدل سريان الكتلة احنا قلنا الكتلة ايه؟ كيلو جرام، وما دام قلت معدل يبقى على الثانية، يبقى كيلو جرام على ايه؟ الثانية. وعندي هنا مقسومة على الكثافة، الكثافة كيلو جرام على المتر ايه؟ مكعب، كيلو جرام على المتر مكعب. طب انا لو قسمت ده على ده هيديني متر مكعب على الثانية. نبص كده مع بعض، كيلو جرام تروح مع كيلو جرام، مقام المقام بس، يبقى متر مكعب على الثانية، يبقى طلع لي الوحدة بتاعتها متر مكعب على ثانية. يبقى عندي طريقتين لاحسب فيهم معدل سريان الحجم، لما اضرب المساحه في السرعه او اجيب الكتله او معدل سريان الكتله على الكثافه. طيب نيجي ناخد مثال بسيط برضو على النقطه دي. بقول لي زيت لزوجته الكينيماتيكيه اللي هي الفي 21.4 × 10^4 يتدفق خلال انبوبه قطرها 300 ملم. بقول لي اوجد نوع سريان، يعني بالمعنى كده انا عايز رقم رينولد نمبر، هيطلع لي قد ايه؟ يبقى لازم احسب رينولد نمبر، يبقى انا هستخدم الايه؟ القانون بتاع رينولد. اذا كان معدل السريان 15 لتر على ثانيه. اول ما بيجي لي مساله لازم احط الداتا بتاعتي على طول، ايه الداتا اللي انا بطلعها من هنا؟ وخلي بالك انا بشتغل بالمتر، يعني لو بيطلع اي حاجه ملي متر بحولها على طول. اول حاجه في الداتا بيجي لي ايه؟ معدل السريان 15 لتر على الثانية، 15 لتر على الثانية. طب وعندنا حاجة، في حاجة عندي في الوحدات لتر على الثانية، اللتر دي وحدة حجم، يبقى انا اقدر احول ال 15 لتر على الثانية لمتر مكعب على الثانية. التحويل من اللتر للمتر المكعب 1000. طب مين اكبر؟ انا عندي المتر المكعب في 1000 لتر. المتر المكعب 1000 لتر، يعني ايه متر مكعب؟ يعني لو عندي صندوق بيبقى مثلا عرض متر في متر في ارتفاع متر، ده اسمه المتر المكعب. شوف صندوق متر مكعب ده بيشيل 1000 لتر، يبقى انا لو بحول من متر المكعب للتر بضرب في 1000. بضرب في ايه؟ في 1000. موضوع بسيط خالص اهو، يبقى من الكبير للصغير بضرب في 1000. او لو انا عندي بقى عايز احول من لتر للمتر المكعب بعكس، يعني انا عندي لتر وعايز احوله متر مكعب، لا في الحاله دي انا بقسم على 1000. يبقى احنا من الكبير للصغير بضرب، ومن الصغير للكبير بقسم. موضوع بسيط جدا المفروض احنا واخدينه، زي مثلا بحول من متر للسنتي، من المتر للسنتي بضرب في 100، ومن السنتي للمتر بقسم على 100. موضوع بسيط. يبقى انا دلوقتي لو انا جات لي في المساله حاجه لتر على الثانيه، في الحاله ديت بحولها لحجم متر مكعب على ثانيه، بقسم على 1000. يبقى ال 15 لتر على الثانية قسمتها على 1000 طلعت لي 15 من 1000 متر مكعب على الثانية. تاني حاجة في الداتا اللي موجودة عندي اللزوجة الكينيماتيكية. اللزوجة الكينيماتيكية 21.4 × 10^4، لازم أكون منظم في حلي. أول حاجة لما بيجي لي المسألة بقوم مطلع الداتا بتاعتي على طول. كلام كويس. عشان أقدر أعرف أنا عايز إيه. بعد كده القطر. القطر عندي إيه؟ 300 ملم. انا شغال بالملي؟ لا انا شغال بالمتر. بقوم اقسم ايه؟ ال 300 ملي بقوم اقسمها على 1000، هتديني 3/10 متر. طب انت جبتها ازاي بقى؟ اشمعنى 1000؟ انا حولت من المتر للسنتي ومن السنتي للملي. انا عارف ان المتر فيه 100 سنتي والسنتي الواحد فيه 10 ملي، يبقى بالتالي انا كده قسمت على 1000 طلع لي 3/10 متر. الحل بقى بتاعي انا عايز ابتدي احل. طبعا ما دام قال لي انا عايز نوع سريان في الحاله ديت، يبقى انا محتاج ان انا اجيب رينولد نمبر اعوض فيه عشان اعرف القيمه اللي هتطلع، اقدر ساعتها احدد ان ده سريان لامينر او سريان تربلنت.
سريان متصل او مستمر ولا سريان مضطرب. طيب انا استخدم بقى الترم اللي هون، استخدم هنا ولا استخدم دي؟ الاثنين طبعا زي بعض، بس اختلاف ليه الداتا اللي موجود عندي هنا. مديني اللزوجة الكينيماتيكية اللي هي الفي دي، يبقى انا طبعا هشتغل على دي. طيب عندي اللزوجة دي موجود، طيب الدي القطر موجود 3 من 10 متر، السي السرعة موجودة؟ لا مش موجودة، بس هو مديك داتا تانية موجودة هنا في المسألة تقدر من خلالها تجيب الايه السرعة، هو مش جايبها لك مباشر. نبص كده مع بعض. يتدفق خلايا انبوبة قطرها كذا، اوجد نوع سريان اذا كان معدل سريان 15 لتر على الثانية. ده مديني ايه؟ الحجم ايه؟ الحجم النوعي. من الحجم النوعي اقدر اجيب السرعة؟ لسه واخدين القانون دوت من شوية. عندي الكيو بيساوي الاي في السي، طبعا لسه فاكرينه. السي قلنا اللي هي السرعة، هنا بيساوي الكيو على الايه؟ الكيو اللي هو معدل السريان الحجمي اللي هو جايب لك معطى في المسألة. الايه؟ مساحة مقطع الانبوب اللي هو موجود عندك. طيب نيجي بقى نحل مع بعض. في البداية انت عندك كيو، عندك كيو اللي هي 15 لتر على الثانية وقسمتها على 1000 عشان اجيبها من متر مكعب على الثانية. طب عندك المساحة برضو مش موجودة رسمي في المسألة، انت بتطلعها من خلال الداتا الموجود، مديك القطر. مساحة المقطع دائري، يبقى انا المقطع عندي دائري، يبقى مساحة المقطع بتساوي ايه؟ باي على 4 دي تربيع. يبقى اول حاجة هجيب المساحة، ابقى منظم في حلي وواحدة واحدة ما استعجلش. يبقى انا عندي المساحة بتساوي باي على 4 دي تربيع، دي اللي هو القطر. نعوض القطر احنا جبناه 3 من 10، يبقى باي على 4 3 من 10 تربيع بيساوي 7% متر مربع، المساحة بالمتر المربع. طب كويس جدا، في الحالة ديت خلاص انا جبت المساحة وعندي كيو. في الحالة دي اقدر اجيب السي على طول، هي السرعة بتساوي ايه؟ طبعا هيبقى 15 من 1000 على 7% هيديني 2 من 10 متر على ثانية. في الحالة دي انا كده جبت خلاص اقدر اجيب روند نمبر على طول. روند نمبر بيساوي ايه؟ بيساوي السي في الدي على الفي. السي اللي هي السرعة لسه جايبها دلوقتي 2 من 10 في الدي اللي هو القطر اللي هو 3 من 10 على الفي اللي هي اللزوجة الكينيماتيكية 21.4 في 10 سالب 4 بيساوي ايه؟ 29.72. جينا اتكلمنا، انا طلعت كده خلاص رقم روند نمبر موجود معايا 29.8، ده بقى سريان ايه؟ لامينر ولا تيربلنت؟ سريان متصل ولا سريان مضطرب؟ احنا قلنا اقل من 2000 ده سريان مستمر او متصل، بسيطه اهي. فوق ال 3000 ده مضطرب. القيمه اللي طلعت لي 29.8، على طول اكتب ديت اقل من 2000، اذا دوت سريان مستمر زي ما احنا شايفين كده. وبكده تكون خلصت المساله ديت بكل بساطه. طبعا المساله دي فيها شويه قوانين كويسه جدا. اولا مساحه المقطع الدايره ببقى عارف دي بتساوي ايه. الكيو اللي هو معدل التدفق الحجمي بيساوي ايه؟ الروند نمبر بيساوي ايه؟ يعني فيها كذا قانون مهمين جدا. عندي بقى برضو في الباب الاولاني هناخد جزئيه كده اسمها الفواقد في المواسير، اللي هو الانخفاض في الضغط. طب ده بيحصل ايه بقى؟ الفواقد في المواسير او الانخفاض في الضغط بيحدث فين؟ بيحصل في الضغط المائع، في الفقد في الارتفاع اثناء سريان داخل الانبوبه، وهذا نتيجه ايه؟ فواقد اساسيه نتيجه الاحتكاك، وفواقد ثانويه نتيجه التغير في مساحه المقطع. يبقى انا عندي حاجتين بيسببوا فواقد في المواسير او بيسببوا انخفاض في الضغط. عندي لاما بيبقى فواقد اساسيه نتيجه الاحتكاك، او عندي فواقد ثانويه نتيجه التغير في مساحه المقطع. هناخد دي لوحدها ندرسها وهندرس دي لوحدها. الفواقد الاساسيه نتيجه احتكاك، انا عندي مائع بيمشي جوه مواسير اكيد بيحتك بالسطح الداخلي للانبوبه، صح؟ فبيحصل عنده ايه؟ انخفاض في الضغط نتيجه الايه؟ نتيجه الاحتكاك. وبيحدث عندي برضو فواقد ثانويه نتيجه التغير في مساحه المقطع، يعني مثلا انا داخل في تيوب في ماسوره، بعد كده غيرت المقطع لمقطع اقل فحصل لي فقد في الضغط، او ماشي في ماسوره وبعد كده دخلت في ماسوره اكبر برضو نفس الكلام. فاحنا هندرس النقطتين دول.
ناخد اولا بقى بالنسبه لفواقد اساسيه نتيجه الاحتكاك. عندي حاجتين، لما اولا في حاله السريان المستمر او في حاله السريان المضطرب. يبقى الفقد اللي بيحدث نتيجه الاحتكاك عندي هنا حاجتين، او في قانونين هشتغل عليهم، لاما انا هشتغل في حاله السريان المستمر او هشتغل في حاله السريان المضطرب. هنا في قانون وهنا في قانون تاني هعوض عليه، يبقى لازم اعرف الاول. لو انا هشتغل على حاجه زي كده وقبل ما اعوض في القانون لازم اعرف الاول انا سريان مستمر ورا سريان مضطرب، والكلام ده هعرفه عن طريق القانون اللي انا اشتغلنا عليه الخاص بالراوند نمبر اللي هو اقل من 2000 او اكتر من 3000. نيجي نبص مع بعض بقى الفواقد الاساسيه نتيجه الاحتكاك. هنقولنا هنشتغل مع بعض اول حاجه في حاله السريان المستمر. الفواقد الاساسيه نتيجه الاحتكاك برمز لها بالرمز اتش. اتش دي جاي من الهيد الارتفاع، اتش بيساوي ايه بقى ده؟ بس انا بقولك هنا ايه ده في حاله السريان المستمر بيساوي ايه؟ بيساوي 32 في ميو في السي في ال على الدبليو اللي هي الوزن النوعي مضروب في مربع ديامتر او مربع القطر. الوحده بتاعته بتجيلي بالمتر، يعني لو عوضت الكلام دوت وضربت الوحدات دي كلها في بعض تديني الاخر ايه؟ متر. طب نبص كده مع بعض، قلنا الاتش اف اللي هي الوحده بتاعتها بالمتر ده الفقد في الارتفاع نتيجه الاحتكاك. الدبليو اللي هي نيوتن على المتر المربع ده الوزن النوعي. طب ده بيساوي ايه اساسا لو انا عايز اجيبه؟ الرو في الجي، كثافه في عجله الجاذبيه الارضيه. عجلة الجاذبة الأرضية قيمة ثابتة 9.81%. الكثافة اللي هو كثافة المائع اللي داخل جوه المؤثر. طب احنا خدنا الأولانية في حالة السريان اللي ايه؟ مستمر. طب في حالة السريان المضطرب القانون اتغير؟ القانون اتغير. القانون بقى بيقول لي ايه؟ الـ HF بيساوي 4 في الـ F. ايه هي بقى الـ F ديت؟ دي جديدة لسه علينا، ده معامل الاحتكاك. وبيعتمد على رقم الروند نمبر وعلى خشونة السطح. بس طبعا احنا في المنهج بتاعنا مبسطينها خالص، لو انا هجيب لك حاجة زي كده بجيب لك قيمتها على طول، بقول لك والله معامل الاحتكاك بتاعك قيمته كذا، مش هخليك انت ايه تطلعه ولا تعوض بيه. طيب مضروب في ايه؟ في ال L. ايه هي ال L؟ قلنا دي اسمها طول الماسورة اللي هي بالمتر. مضروبة في مربع السرعة، سرعة سريان المائع داخل الأنبوب، على 2 في الجي اللي هي عجلة الجاذبية الأرضية اللي هي قيمتها 9.81. مضروبة في ايه؟ في الدي اللي هو الديامتر اللي هو قطر الايه؟ الأنبوبة. طب نيجي بقى ناخد ايه؟ الفواقد الثانوية نتيجة التغير في مساحة المقطع. خدنا الفواقد الأساسية نتيجة الاحتكاك، الثانوية بقى نتيجة التغير في مساحة المقطع. زي ما قلت لك انت ممكن تخش في في أنبوبة وبعد كده تخش على انبوبه اصغر او تخش على انبوبه اكبر. نبص كده اول حاجه في الفقد نتيجه التغير في مساحه المقطع. اول حاجه فقد نتيجه دخول المائع الى الماسوره، زي ما احنا شايفين كده ادي الماسوره او التيوب او الانبوبه عندي هنا الدخول من هنا. تاني حاجه فقد نتيجه خروج المائع من الماسوره. ثالث نوع فقد نتيجة الاتساع الفجائي في الماسورة، أنا داخل في الماسورة بعد كده دخلت في ماسورة أكبر. رابع حاجة فقد نتيجة التضييق الفجائي في الماسورة، أنا داخل على الماسورة زي ما احنا شايفينها واسعة كده، بعد كده دخلت على إيه؟ ماسورة أضيق، ده بيحصل إيه؟ فواقد وبنسميها فواقد ثانوية. خامس حاجة وأخيرا هي فقد نتيجة الانحناء في الماسورة اللي هو الإلبو اللي هو الانحناء الموجود من مكان لمكان، واجي اعمل ايه الانحناء ده؟ هنا في الانحناء ده او في القلب ده بيحصل فقد في الاحتكاك لازم يتحسب. في كل نقطه من دول ليها قانون بقدر اعوض بيه. نبص كده مع بعض، اول حاجه فقد نتيجه دخول المائع الى الماسوره. احنا قلنا ايه؟ الفقد او الهيد بيساوي هيبقى نص في مربع السرعة على 2 جي، جي اللي هي عجلة الجاذبية الأرضية زي ما احنا شايفين دخول المائع.
تاني حاجه فقد نتيجه خروج المائع من الماسوره. القانون اتغير؟ اه اتغير. يبقى انا اللي عليا ان احفظ القانون ده، الاتش بيساوي سي تربيع على 2 جي، خروج المائع من الماسوره. تالت حاجه فقد نتيجه الاتساع الفجائي في الماسوره، دخلت في تيوب بعد كده دخلت في ايه؟ في تيوب اكبر منها. طب القانون بيقول لي ايه؟ الاتش بيساوي سي 1 ناقص سي 2، السرعه الاولانيه ناقص السرعه الثانيه، واجيب المربع بتاعها على 2 في عجله الجاذبيه الارضيه. رابع حاجه فقد نتيجه الضجيج الفجائي في الماسوره، انا داخل في تيوب او ماسوره واسعه بعد كده دخلت في ماسوره ضيقه، هنا بيحصل فقد سنوي نتيجه التغير في مساحه المقطع. بحسبه ازاي؟ الاتش بيساوي الكي في مربع السرعه على 2 جي. طبعا السرعه احنا عارفينها سي، وجي قلنا 9.81 ثابته. طب هنا بقى السي دي قصده بيها هنا سي 1 ولا سي 2؟ لا، السي ديت السي اللي هي المتوسطه، بجيب السرعه ديت زائد السرعه دي وهم قاسمهم على 2، يبقى انا كده جبت السرعه المتوسطه وبعوض بقى ايه في القانون ده. الكي دي قيمه ثابته وب 375 من 1000. موضوع بسيط خالص اهو. رقم 5 فقد نتيجه الانحناء في الماسوره، والقانون بتاعها عندي الاتش بيساوي الكي في مربع سرعه على 2 جي. طيب لو خدنا مثال ماسوره افقيه قطرها 20 سم تتسع فجاه الى قطر 30 سم ثم تضيق فجاه الى 15 سم، اذا كان معدل التدفق لسريان المائع 200 لتر على الثانيه، اوجد الفاقد نتيجه الاتساع الفجائي والفاقد نتيجه التضييق الفجائي. موضوع بسيط جدا. اول حاجه في الموضوع ده لازم اقوم راسم الرسمه بتاعتي، اجيب الداتا وارسم الرسم. انا كنت هنا عندي 20 سم، بعد كده 30 سم، بعد كده 15 سم. طبعا انا هشتغل بالمتر، كل الوحدات دي لازم احولها. يبقى عندي هنا دي 1 2 من 10، دي 2 3 من 10، دي 3 15 من 100 متر. ايه تاني من الداتا اللي انا اقدر اطلعها؟ الكيو 200 لتر على الثانيه، قلنا هنحولها لمتر مكعب على الثانيه، يبقى عندي 200 على 1000 هيديني 2 من 10 متر مكعب على الثانيه. ريكوايرد الاول مطلوب، مطلوب اجيب ايه؟ الهيد، اجيب هنا واجيب هنا. نبص مع بعض، ادي التيوب، القانون عندي السرعه بيساوي كيو على ايه؟ كل الفقد عشان اجيبه لازم اجيب السرعه، وانا عندي السرعه بتساوي الكيوب اللي هو معدل التدفق الحجمي على مساحه المقطع. خلي بالك احنا عندنا هنا مساحه مقطع وهنا مساحه مقطع وهنا مساحه مقطع، يبقى لازم عندي ان هو تبقى عندي ثلاث سرعات. طب نجيب بقى الاي الاول، اجيب اي 1 واي 2 واي 3. احنا قلنا مساحه المقطع باي على 4 دي تربيع، طبعا دي 1 يبقى هنا باي على 4، دي 1 عندي هنا 2 من 10 تربيع بيساوي قيمة 3 من 100 متر ايه مربع. نفس الكلام اجيب ايه 2، نفس الكلام اجيب ايه 3. جبت ايه 1 و 2 و 3، في الحالة دي اجيب ايه؟ سي 1 و سي 2 و سي 3، بعوض الكيو على الايه. عندي هنا سي 1 الكيو على الايه 1، احنا قلنا كيو ثابتة كانت 2 من 10، على ايه 1 طلعت القيمة بتاعتها، يبقى انا كده طلعت سي 1، طلعت سي 2، طلعت سي 3. اقدر اجيب بقى الفقد نتيجه الاتساع الفجائي في الماسوره. الاتش من حافظ القانون، الاتش بيساوي سي 1 ناقص 2 تربيع على 2 جي، اعوض طلعت لي 614 من 1000 متر. طب انا بعد كده عايز اجيب بقى ايه؟ الفقد الثاني اللي هو نتيجه التضييق الفجائي في الماسوره. الاتش بيساوي الكي في سي تربيع على 2 جي، كلها مجرد لان اعوض. تمام؟ خلي بالك ان سي هنا بجيب المتوسط، يبقى سي زائد سي على 2، طلعت المتوسط بتاعها، عوضت في القانون، طلعت الاتش. طبعا عندي هندرس معادله برنولي، هناخد كده فكره عنها على طول. تمثل معادله برنولي احد المبادئ الاساسيه في دراسه حركه الايه؟ السوائل. بفرض ان ليس هناك اي فواقد في الاحتكاك، وبالتالي يكون مجموع الطاقه الثلاثه اللي هي الضغط والوضع والحركه ثابته للمواقع القابله للانضغاط. بعوض عنها ازاي؟ دي معادلة برنولي، زد اللي هو الارتفاع في سي على 2 جي
في البي على الدبليو بيساوي ثابت، يبقى انا دلوقتي هجيب الدخول بيساوي الخروج، يبقى هنا زد واحد، هنا زد اتنين، هنا سي واحد، هنا سي اتنين، نفس المعادلة دي بس هتبقى هنا واحد وهنا اتنين. ده لو مفيش ايه؟ فقد في الاحتكاك. طب لو في فقد في الاحتكاك هزود هنا بس قيمة الفقد اللي هو ايه؟ الاتش. لو هنا عندي بقى فقد هبقى انا ايه؟ الترم التاني اللي هو في الخروج بزود عليه الفقد في الاحتكاك. برضو من الحاجات المهمة في الباب الاولاني معادلة الاستمرارية. معادلة الاستمرارية A1 زائد C1 بيساوي A2 زائد C2، وانا عندي الA بيساوي باي على 4 دي تربيع. وطبعا هنبقى ناخد امثلة على معادلة الاستمرارية. في الباب الثاني هندرس مع بعض خرائط الفريون. زي ما قلنا احنا اللي كنا خدنا قبل كده حلقة عن خريطة السيكرومترية، وقلنا خريطة السيكرومترية دي خاصة بالهواء، خاصة بالهواء، وشفناها مع بعض وخدنا اللي فيها. تاني خريطة عندي بنشتغل عليها هي خريطة الفريونات. عندي كذا نوع من الفريون، عندي فريون 11، فريون 12، فريون 22، فريون 34، 410 ايه، كل فريون ليه الخريطة بتاعته. هو الشغل عليه ثابت، يعني الشغل على الخريطة ثابت على كله، بس اللي بيختلف القيم، يعني هنا ضغط ده غير ضغط ده، كثافة ده غير كثافة ده، وبالتالي كل خريطة هتدرس لوحدها بس الشغل عليها ثابت. لو انا بتكلم مثلا في مسألة بيكلمني على فريون 134 ايه، يبقى لازم هم يطلع خريطة ال 134 ايه، هي دي اللي انا هشتغل ايه عليها. طب ايه الهدف من ان انا بدرس خريطة البي اتش اللي هي خريطة الضغط والانصلاب؟ ده مهم جدا. اولا بعرف اداء الدائرة، بعرف اداء الدائرة. انا عندي في دائرة التبريد عندي ضغطين، عندي ضغط عالي وعندي منطقة الضغط المنخفض. منطقة ضغط عالي ومنطقة ضغط منخفض، باجي امثل على الخريطة اول حاجة بعملها الضغط العالي اهو والضغط المنخفض اهو، وبقدر امثل الكلام دوت على الخريطة، بطلع من الخريطة الانصلب، الانصلب، وده اللي انا بستخدمه عندي في المسألة. اهم حاجة الانصلب بطلع بيها الحراره المطروده من المكثف هيطرد قد ايه حراره، المبخر هيمتص قد ايه حراره، شغل الضاغط هياخد شغل قد ايه. كل الكلام ده بقدر احسبه من خريطه البي اتش ديجرام. طبعا في النهايه بقوم حاسب معامل الاداء. معامل الاداء زي ما اتكلمت في اول الحلقه مهم جدا، بيعرفني انا ماشي صح ولا غلط، انا عملت دايره تبريد هل موفره معايا وكفاءه عاليه ولا لا. من قيمة معامل الأداء كل ما يزيد معايا كل ما كان ده أفضل. معامل الأداء ده بيساوي إيه؟ بيساوي المستفاد على المعطى. أنا بستفاد إيه من دائرة التبريد؟ بستفاد حرارة اللي هي الحرارة اللي بيمتصها المبخر، هي دي الحرارة اللي خدها من المكان وبالتالي حصل عملية التبريد. طيب إيه اللي أنا بديه للدائرة؟ شغل كهرباء اللي بياخدها الضغط، وبالتالي كل ما كان الناتج اللي طلع لي أفضل اللي هي كمية الحرارة اللي بيمتصها المبخر أفضل، طول ما هيديني معامل أداء أعلى. يبقى احنا عرفنا ليه بندرس الخريطة، أطلع منها معامل الأداء وبالتالي بيحدد لي أنا الدائرة بتاعتي كويسة ولا لأ، هل في مشاكل في الدائرة ولا لأ، وأحسن الطرق اللي أنا أحسن بيها أداء الدائرة. هناخد مع بعض إزاي أحسن الدائرة، وبعرف الكلام ده عن طريق إيه؟ السي أو بي اللي هو معامل الأداء. فموضوع مهم جدا لأن أدرس بيه الخرائط. الخريطة هديكم فكرة عنها، فكرة بسيطة جدا خالص. نبص مع بعض. أي دائرة تبريد بتتركب من أربع أجزاء أساسية، ما ينفعش جزء فيهم يقل. عندي أول جزء أساسي في الدائرة اللي هو الضغط. الضغط ده العنصر الرئيسي بتاعي. بعد كده عندي كوندنسر اللي هو المكثف، يبقى اول حاجه كومبريسور، بعد كده كوندنسر، بعد كده اداه الانتشار اللي هو الاكسبانشن فالف، بعد كده المبخر. اربع اجزاء اساسيه، لو واحد فيهم سقط او واحد فيهم حصل فيه مشكله الدايره تقف خالص. دي مش اجزاء مكمله، احنا بنتكلم على اجزاء اساسيه. باخد الاربع اجزاء دول بمثلهم على الخريطه. طب في البدايه لما اجي اشتغل الخريطه هيقابلني شويه حاجات كده جديده عليا، يعني مثلا يجي يقول لي الانصلبي
الانصالبي. طب انا لازم احدد ايه هو الانصالبي ده. الانصالبي هو خاصيه من خواص النظام وبتساوي مجموع الطاقه الداخليه مضاف اليها طاقه سريان. كتير جدا بيحصل في الامتحان يجي يقول لي اعرف الانصالب، عرف لي الانتروبي. اللي احنا هناخد خطوط على الخريطه اسمها خطوط الانتروبي، لازم اكون عارف دي خطوط ايه. طب الانتروبي اعرفها، الانتروبي هي كميه الطاقه الغير متاحه للقيام بعمل في نظام فيزيائي. كذا عالم سماه، في واحد من العالم سماه اسمه كلاوزيس، اطلق عليه ملهما عليه بكلمه تروبيك التي تعني التحول، واخترت لتكون اقرب ما يمكن من كلمه الطاقه اللي هي الانرجي. اخر حاجه عندي الضغط، البريشر هو القوه المؤثره على وحده المساحه. تيجي نبص مع بعض بقى خريطه البي اتش او خريطه الضغط والانصالبي. عندي الخريطه زي ما احنا شايفين، عندي الكيرف ده بيفصل لي عندي منطقه الغاز عن منطقه الخليط عن منطقه السائل. دراسته مهمه جدا، عايز اعرف النقطه اللي انا واقع عليها، انا بتكلم في غاز، بتكلم في خليط ليكويد، ولا بتكلم في خليط صرف. الموضوع ده مهم جدا وهيفيدنا كتير ان شاء الله، محتاج ان انا ادرسه، محتاج ان انا امثل الكلام دوت على الخريطه، محتاج ان انا امثل عندي ضغطين، عندي ضغط عالي، عندي ضغط منخفض، عايز احط الكلام دوت على خريطه واشتغل عليها، ابدا اطلع كميه الحراره المطروده من المكثف، كميه الحراره اللي هي امتصال مبخر، دي المهمه جدا، اطلع شغل الضغط ومن خلالها احسب معامل الاداء. بعد كده بعد ما نشتغل على الخريطه، موضوع طبعا موضوع كبير وهياخد مننا وقت، هنشتغل على مكونات دائره التبريد الاساسيه اللي هو الضغط، كومبريسور، بعد كده كوندنسر، اكسبانشن فالف، ايفابوريتور. هناخد كل جزء من دول وهناخده على حده، وهناخد منه انواعه، هناخد منه تفصيل كل واحد والفرق بين ده وده ومميزات وعيوب كل نوع. موضوع منهج ممتاز جدا زي ما قلت، منهج دسم مليء بالمعلومات، هيفيدنا كتير. يعني الكتاب اللي انت هتاخده، كتاب التبريد، هيفيدك كتير السنين اللي جايه بكميه المعلومات اللي موجوده. مش معلومات هناخدها ونرميها، لا، ده معلومات هتفيدنا جدا الفتره الجايه. انت طالب تبريد وتكييف، الموضوع دوت يهمك جدا. يبقى احنا اشتغلنا النهارده على المواية، اشتغلنا على خريطه البي اتش، اتكلمنا على مكونات دائره التبريد الاساسيه اللي احنا هنشتغل عليها ان شاء الله الفتره الجايه. كده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، اشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.